ننتقل احنا مع مشاهدينا، حيث احتفلت سفارتنا في لندن باليوم الوطني في اجواء رائعه. خلينا نتابع هذه الاجواء الى لندن. ابشروا بالعز والخير، والله العظيم. كان حفلا بهيجا حمل لون الثقافه القطريه الصافيه، تخللته موسيقى بذوق راق وحضور فاق التوقعات، وزاد بمشاعر الفرحة والفخر. أما الحضور المميز لهذه السنة فهو من نصيب الفنانين القطريين رسامين وشعراء، وكثير من المواطنين من ذوي الحس الفني المرهف والشعور الوطني الصادق. هذا هو المشهد العام لاحتفال السفارة القطرية في المملكة المتحدة باليوم الوطني. وفي ذلك الجو العائلي المميز وقف الجميع احتراما وتقديرا للنشيد الوطني القطري، منبع المجد وسلام الفخر. نحمل اسمه في جميع الدول حمل العظيم، في سبيل العلم باسمه وحنا عسكره، وانت عدا عين واقيك دونك يا خصيم، السما تمطر بشق والثرى فيه اسعره، ساعتي ينقل بهلاش ويشيب الهطيم، نعتصم بكفالنا والحدان المقبرة، الولا لله وللدار والقايد تمين، بيعتب رقابنا لين يوم المحشرة. أحب أني أهني بلادي وحكومتي وعلى رأسهم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذه المناسبة، عسى الله يدومها علينا وعليهم وعلى أهل قطر بالأمن واليمن والبركات، وحنا مثل ما تفضل سمو الأمير ابشروا بالعز والخير يا أهل قطر. بدأ أتقدم بالتهنئة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الأمير الوالد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة العيد الوطني. ونشكر صراحة السفارة القطرية في لندن على حضورهم وعلى هذا الحفل اللي أكثر من روعة، اجتمعوا الجماعة كلهم من أهل قطر الموجودين اليوم واستانسنا بصراحة، فرحة عندنا كبيرة واحتفالنا باليوم الوطني. قوم السحايب عالي اسمك يا قطر، في ظل شيخ قايدنا تميم، إلنا الفخر وإلنا الفخر وإلنا الفخر، تاريخنا يشهد من العهد القديم. أما إحدى أهم اللمسات المميزة في هذا الحفل الشيق فهي مشاركة وزارة الثقافة والرياضة من خلال معرض تحت عنوان أنا وأخي والحصار، والذي عرض من خلاله عدد من الرسامين التشكيليين القطريين لوحاتهم المميزة التي عبرت عن مشاعرهم الصادقة تجاه الوطن وموقفهم الثابت من رفض الحصار وسعيهم الدؤوب لكسره من خلال العمل الفني الراقي الذي يحمل قيم أهل قطر الطيبين. طبعاً احنا فخورين بهذه المشاركة من نخبة مميزة من أخواننا وأخواتنا الفنانين في دولة قطر، وبهذه المناسبة نشكر الأخوة في وزارة الثقافة على دعمهم لكل القطريين، وفي أيضاً دعم سفارات دولة قطر بالخارج. ما رأينا هو طبعاً عبارة عن أشكال جميلة، فن راقي ومجموعة متميزة من اللوحات، صحيح أنها قليلة ولكنها معبرة جدا، وهذه فرصة إلى أن الشعب القطري كله يتلاقى مع بعض في 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 طرح تصور واحد لوقفة دولة قطر الموحدة ضد هذا الحصار الظالم.